أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز حول آخر وأبرز التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية وحتى تداعياتها الاقتصادية على العالم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على شراء الطاقة بأسعار مرتفعة. وخلال كلمته بفعاليات أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة موسكو، أكد بوتين أن واشنطن تحاول السيطرة على أسواق الطاقة في أوروبا، كما أعلن بأن استهداف خط أنابيب نورد ستريم كان عملا إرهابيا هدفه حرمان قارة بأكملها من الطاقة. هذا وقد أوضح الرئيس الروسي بأن الأوروبيين يتحملون مسؤولية رفع أسعار الغاز والشراء من واشنطن بثلاثة أضعاف ثمنه، ومضيفا أن محاولة تقييد أسعار الطاقة الروسية سيتسبب في خسائر بقيمة 300 مليار دولار لقارة أوروبا. هذا وقد أشار بوتين إلى أن الأوروبيين يعملون على تخزين الحطب استعدادا لموسم الشتاء، ومؤكدا أن الدول الناشئة ستعاني أيضا من ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة. ارتفعت واردات أوروبا من النفط إلى أعلى مستوياتها بعدما نجحت القارة في تنويع مشترياتها من الخام قبيل العقوبات المقبلة على الجانب الروسي. هذا وتراجعت حصة الواردات من روسيا الشهر الماضي إلى نسبة 21% فقط مقارنة مع متوسط 34% في عام 2021. رغم ذلك لا تزال روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى القارة الأوروبية. صرح وزير الصناعة والتجارة التشيكي الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي بأن تقييد أسعار الغاز الروسي لن يطرح في الاجتماع غير الرسمي لوزراء الطاقة في دول الاتحاد. أفاد وزير الصناعة التشيكي في براغ بأن هناك عددا من المقترحات لم تعد مطروحة للنقاش من قبل وزراء دول الاتحاد الأوروبي. يتعلق ذلك على سبيل المثال بقيود الأسعار على الغاز القادم عبر خطوط الأنابيب من الاتحاد الروسي. أمرت الحكومة الفرنسية بعض عمال مصافي النفط بالعودة مرة أخرى إلى مواقع عملهم للمرة الأولى، وذلك في محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص في البنزين وفي الديزل. قالت وزارة الطاقة الفرنسية بأنه في ضوء هذا الإضراب والذي قام بعض الموظفين، بدأت الحكومة في إلزام الموظفين الضروريين بالعمل لتشغيل مستودع غرافنجن في بورت جيروم، ويبدأ طلب الإلزام من اليوم.
لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن مراسل إكس نيوز من العاصمة الروسية موسكو حسين مشيك، أيضا ينضم إلينا الزميل خالد شقير من فرنسا وبالتحديد من مارسيليا. حسين دعني أبدأ معك بداية بعد التحية، كنا نتابع منذ قليل طبعا مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان من أهم هذه التصريحات بأنه قال أن الدول الأوروبية هي من تتحمل نتيجة كل هذه التصرفات الخاطئة، وأن خروج الشركات الأجنبية من الداخل الروسي هو خسارة بالنسبة للشركات ليس بالنسبة للجانب الروسي. كيف تابعت هذا المؤتمر وعلى ماذا يستند ويعول الرئيس الروسي في هذه التصريحات؟ بعد التحية دانا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أكد على أن العمل الذي أصاب أو الاستهداف الذي أصاب خط نورد ستريم هو عمل إرهابي، وأيضا القوات الأوكرانية والنظام الأوكراني تواصل أعمال إرهابية بتفجيرها الشاحنة على جسر القرم. كما أشار بوتين إلى أن الجهات التي استفادت من وقف العمل في خط نورد ستريم هي الولايات المتحدة وهولندا وأوكرانيا، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على شراء الغاز بأسعار مرتفعة جدا مقارنة مع أسعار الغاز الروسي. كما أكد بوتين على أن الاتحاد القادة الأوروبيين وهم من يتحملون مسؤولية أزمة الطاقة نتيجة قراراتهم الخاطئة التي اتخذت ضد الاقتصاد الروسي وضد روسيا، وعن فرض أو إمكانية فرض حظر على النفط الروسي. اعتبر بوتين على بأن روسيا بكل بساطة لن تبيع النفط إلى الدول التي تشارك في فرض حظر لسعر النفط الروسي. كما أعلن بوتين عن استعداد بلاده لتصدير الطاقة إلى الدول الأوروبية عبر خط نورد ستريم 2 في حال استخدمت أو استأنفت الدول الأوروبية العمل بهذا الخط. ما أراده بوتين اليوم خلال كلمته في الساحة الحمراء خلال فعالية أسبوع روسيا للطاقة 2022، أراد أن يبرهن إلى الشعب الأوروبي على أن أزمة الطاقة التي أصابت الدول الأوروبية يتحمل مسؤوليتها القادة الأوروبيين نتيجة القرارات الخاطئة ونتيجة الهيمنة الأمريكية والضغط الأمريكي على القادة الأوروبيين لاتخاذ مواقف معادية لروسيا. أيضا بوتين اعتبر على أن روسيا مستعدة لتصدير البضائع إلى الدول الأوروبية وأيضا مستعدة لاستيراد البضائع من الدول الأوروبية، لكن هذه الدول هي من تمنع ذلك وهي من شاركت في فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي. بكل بساطة بوتين حمل اليوم المسؤولية إلى القادة الأوروبيين نتيجة اقتناعهم أو نتيجة خضوعهم الكامل إلى الولايات المتحدة وإلى بريطانيا، وأكد بوتين على أن الولايات المتحدة هي الجهة المستفيدة الوحيدة من قطع العلاقات بين روسيا وأوروبا، وأيضا هي الجهة المستفيدة من توقف العمل في خط نورد ستريم. أيضا وبالنسبة لتعويل روسيا عن الاقتصاد أو على الشركات التي غادرت روسيا، لغاية الآن تعول على عودة هذه الشركات إلى الأراضي الروسية، وتأكيد بوتين بأن الشركات التي غادرت الأراضي الروسية هي من خسرت أكثر من الخسارة التي لحقت بالاقتصاد الروسي. الخبراء يعتبرون على أن هذا التصريح أو هذا الكلام صحيح نظرا إلى الممتلكات والقدرات التي يتمتع بها السوق الروسي، والشركات هي بنفسها اعترفت عن الكمية الهائلة من الخسارة التي لحقت بها بعد مغادرة الأسواق والأراضي الروسية. صحيح. بعض من هذه الشركات تم استئناف عملها هنا في الداخل الروسي بعد أن اشتراها رجال أعمال روس، والبعض الآخر حسب التأكيدات الروسية يطالبون القيادة الروسية ووزارة الصناعة الروسية بالسماح لهم للعودة إلى الأراضي الروسية، لكن الشركات الأمريكية وحصر الشركات الأمريكية هي من غادرت الأراضي الروسية بشكل نهائي وأعلنت عدم عودتها إلى الأراضي الروسية. طيب حسين، يعني سأذهب الآن إلى زميل خالد شقير من مارسيليا. خالد، في هذه النقطة التي تحدثت فيها الآن مع زميل طبعا حسين مشيك من العاصمة الروسية موسكو، دعني أتحدث معك عن هذه النقطة. اليوم في هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو حمل المسؤولية بشكل كبير إلى القارة الأوروبية والدول الأوروبية، أنه قال نتيجة لكل هذه التصرفات الخاطئة وفرض العديد من الحزم والإجراءات الاقتصادية من قبل الدول الأوروبية هي تعاني الآن من
أزمات، منها طبعا ارتفاع الأسعار بشكل كبير فيما يخص مجال الطاقة وارتفاع أسعار الغاز. من وجهة نظرك، هل من الممكن أن نشهد في الأيام القليلة القادمة تراجع من قبل السياسات الداخلية لعدد من الدول الأوروبية؟ طبعا في مقدمتها أتحدث هنا عن فرنسا. دانا، تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. نحن نتابع أجواء هذه الأزمة، وهي الأزمة الأوكرانية، والتي منذ البداية القادة الأوروبيين ومنهم الرئيس الفرنسي كان قد تحدث على أن هناك حرب للطاقة، فرنسا والدول الأوروبية في حرب الطاقة، ولكنها أكثر استعدادا مما يتخيله الرئيس الروسي وأكثر تصميما لدعم أوكرانيا. هذا ما أستطيع أن أؤكده لك من خلال متابعتي لكل الصحف الفرنسية الصادرة صباح هذا اليوم، وأيضا آراء الخبراء الاستراتيجيين العسكريين. القادة الأوروبية هي في أتم الاستعداد. اليوم هناك اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في محاولة لاتخاذ مواقف أكثر دعما لروسيا، وهناك أسلحة ألمانية وصلت، عفوا، أكثر دعما لأوكرانيا، وهناك أسلحة ألمانية وصلت. وأوكرانيا اليوم شكرت فرنسا على يعني الدفاع، أسلحة الدفاع الخاصة بسيزار والمدرعات سيزار، وهي مدرعات حديثة، وطلبت 18 مدرعة جديدة من الجانب الفرنسي. نحن بالفعل أمام أزمة طاقة، ولكن الآن ما أستطيع أن أؤكد لك أن الحكومة الفرنسية من خلال تصريحات سواء الرئيس الفرنسي أو إليزابيث بورن، والتحركات أيضا لتنويع مصادر الطاقة وأيضا القيام بالترشيد للطاقة، هم الآن يستعدون لفصل الشتاء ويقومون بإعداد الفرنسيين لهذا الفصل. آخر استطلاع رأي صدر منذ لحظات دانا يؤكد على أن هناك 68% من الفرنسيين هم يوافقون على تقديم الدعم للحكومة الفرنسية ومعاقبة ممن لا يلتزم بإجراءات الترشيد في الطاقة. إذن لن يكون هناك أي تحرك تجاه روسيا إلا في حالة واحدة فقط، هو إنهاء العملية العسكرية التي تقوم بها ضد أوكرانيا وضرب المدنيين. طيب خالد، قبل أن أنتقل إلى زميل حسين، دعني أسألك عن هذه النقطة. يمكن كما ذكرت سيكون هناك اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين اليوم، كما أن هناك قمة في براغ يمكن البعض يصفها بأنها فشلت في التوصل إلى اتفاق ما بين القادة الأوروبيين وفي تحديد سقف الأسعار الغاز. الآن الكل كان يراهن في بداية هذه الأزمة على مسألة توحيد الجهود بالنسبة للدول الأوروبية، لكن لا نرى هذا الأمر الآن. خليني أسألك في هذه النقطة، هل الدول الأوروبية هي الآن يعني تشهد حالة من عدم الاستقرار ما بين الزعماء في التوصل إلى سقف لتحديد أسعار الغاز؟ كيف من الممكن أن نتوقع ونتصور شكل العلاقات الأوروبية في هذا التوقيت؟ الحقيقة يعني نستطيع القول أن هناك انقسام داخل القارة الأوروبية، وهذا ظهر جليا من خلال موقف الألماني وتقديم ألمانيا أو اعتماد ألمانيا 200 مليار يورو لدعم شركاتها. وكنا استمعنا إلى إليزابيث لورانس، عفوا، لورانس بون، وهي وزيرة الوزيرة المفوضة للشؤون الأوروبية معاتبة الجانب الألماني، وقالوا يبدو أنهم يعني نسوا أن يقوموا بإعطائنا هذا الخبر وعلمنا عنه من خلال الأخبار. الانقسام الأوروبي هو متواجد بالفعل، ولكن الدول الأوروبية والرئيس ماكرون يحاول رص الصفوف، كان يريد أن تكون هناك سياسة موحدة للخروج من أزمة الطاقة كما حدث بين جائحة كورونا، ولكن يبدو الأمر الآن الجميع يبحث للخروج من الأزمة عن طريق حزم أعلن عنها مثلا برونو لومير، حزمة في الاقتصاد الفرنسي تقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 40 مليون يورو، وحدد شروط للشركات التي ستستفيد من هذا الدعم. الشركات التي ستدفع فاتورة الطاقة تمثل أكثر من 3% أو 3% وأكثر من مبيعاتها، وأيضا هناك تقديم 200 مليار يورو أو اقتصام يعني
تحصيل 200 مليار يورو من شركات الطاقة التي يعني تقوم بأرباح عالية في هذه المرحلة، وتقاسمها أو توزيعها على الشركات الفرنسية التي تعاني هناك. موقف موحد هو تقديم الدعم سواء للشركات الصغيرة أو المتوسطة وأيضا للأسر الفقيرة، وكان هناك مطالبة صباح هذا اليوم أيضا من وزير الدولة للنقل بأهمية تمديد دعم أسعار الوقود في ظل ارتفاع متوقع لأسعار الوقود في الأيام القليلة القادمة، بعد طبعا تخفيض أوبك بلس لإنتاجها، وأيضا بعد هذه الأزمة التي هي مستمرة حتى الآن فيما يخص الوقود بالمحطات الفرنسية. صحيح، خليني أخذ من كلامك زميلي خالد وأنتقل الآن إلى زميل حسين مشيك من العاصمة الروسية موسكو. حسين، كنت أتحدث مع خالد من مارسيليا بالتحديد في فرنسا طبعا عن هذه النقطة، هل من وجهة نظرك الآن الجانب الروسي وروسيا تعول على حالة الانقسام وعدم الاستقرار ما بين الدول الأوروبية في التوصل إلى اتفاق أو حتى تحديد سقف الأسعار الغاز؟ يمكن شاهدنا عدد من المظاهرات التي تخرج في العديد من الدول الأوروبية، كان آخرها في براغ يعني خروج مظاهرات كبيرة تندد حتى بفرض مزيد من الضرائب على الشركات المشغلة للطاقة، هل الجانب الروسي يعول على هذه النقطة؟ دانا، دعيني أشير إلى ما تحدث أو ما قاله مدير شركة غاز بروم الروسية منذ قليل عن أن في حال بلوغ أو عندما تبلغ ذروة البرد في فصل الشتاء فإن بعض الدول الأوروبية قد تتجمد أو سكان بعض الدول الأوروبية قد يتجمدون من البرد في بلوغ ذروة البرد في فصل الشتاء القادم في الدول الأوروبية. ما تريده روسيا الآن من الدول الأوروبية العودة إلى التفاوض وإلى الدبلوماسية مع موسكو نظرا إلى الحاجة الأوروبية من روسيا، وأيضا التطور الذي أصاب أو الذي ألحق الاقتصاد الأوروبي منذ فترة طويلة متعلق بالطاقة وبأسعار الطاقة الرخيصة، الطاقة الروسية بطبيعة الحال. الآن في حال وافقت الدول الأوروبية على وضع سقف لسعر النفط الروسي فإن روسيا ستتخذ قرار بوقف تصدير النفط إلى الدول الأوروبية، فكيف ستحل المشكلة الدول الأوروبية؟ من أين ستأتي بالنفط البديل؟ وفي حال وجدت نفط بديل للنفط الروسي فإن أسعاره ستكون مرتفعة جدا، وأيضا توقيت الحصول على النفط البديل يحتاج إلى سنوات حسب ما أكد نائب رئيس مجلس الحكومة الروسي ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك عندما تحدث عن أن توقيت حصول الدول الأوروبية على نفط بديل للنفط الروسي سيحتاج إلى سنوات. روسيا تعول على فصل الشتاء وما سيحمله هذا الفصل من أزمات اقتصادية واجتماعية إلى الاتحاد الأوروبي نتيجة القرارات الخاطئة التي اتخذها القادة الأوروبيين ضد روسيا، وأيضا نتيجة الهيمنة الأمريكية على القادة الأوروبيين. روسيا أكدت منذ قليل على لسان فلاديمير بوتين على أنها مستعدة لاستئناف العمل في خط نورد ستريم 2 في حال استأنفت الدول الأوروبية أيضا العمل في ذلك. أيضا روسيا أكدت على أنها مستعدة لإصلاح خط نورد ستريم بعد العطل الذي أصابه، لكنها تحتاج إلى ضمانات أمنية. وأصابع الاتهامات الروسية تشير إلى أن الولايات المتحدة هي الجهة المسؤولة عن الاستهداف الذي أو عن العطل الذي أصاب خط نورد ستريم، نظرا إلى أن الجهة المستفيدة من هذا العطل يمكن تأكيدا هي على كلامك طبعا حسين ليس فقط عدد من الخبراء الروس الذين يؤكدون على هذه النقطة، لكن العديد من الخبراء يقولون بأن فعلا الولايات المتحدة هي تريد يعني تغيير الأجندة في حين تم نوع من المصالحة بين الجانب الروسي والأوكراني. أنا بشكرك شكرا جزيلا طبعا زميلي حسين مشيك من العاصمة الروسية موسكو، وأيضا بشكر الزميل خالد شقير حدثنا من فرنسا بالتحديد من مارسيليا. في الشأن المحلي، حيث أعلن تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن استمرار الحملة التفاعلية التي يقودها التحالف، حيث شهدت محافظة البحيرة لقاء جماهيريا موسعا ضمن الفعاليات الجماهيرية التي دعا لها الحوار الوطني ضمن الجولات التي يقوم بها التحالف الوطني في محافظات الجمهورية.
شارك في هذا اللقاء مواطنون من كافة مراكز وقرى محافظة البحيرة من أجل طرح ومناقشة القضايا والأمور ذات الأولوية ورفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني. يعبر هذا اللقاء عن مدى حرص إدارة الحوار الوطني على سماع أكبر عدد من المواطنين ونقل الحوار إلى المستوى الجماهيري. تناول اللقاء القضايا الملحة والتي تمثل أولوية بالنسبة للمواطن في محافظة البحيرة، والتي في معظمها تقع ضمن المحاور الثلاثة للحوار سواء السياسي أو الاجتماعي أو حتى الاقتصادي. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية هذه التغطية الإخبارية. كنت معكم أنا دانا مدحت، أشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.